في حلقتنا الليلة فنانين شباب خذوا هالسنة فرصتهم الذهبية، فكانوا على قدر المسؤولية، اجتازوا الحرب وفازوا بالمعركة، فأثبتوا منهم الأقوى. الأول فنان كوميدي علمنا أن الصمت مدرسة بالكوميديا، تميز واعتلى القمة فيها، وكان الأول وهو مصطفى شكناني اللي هالسنة قدم دور المميز اللي راح نوقف عند الليلة في زمن العجاج. أما ثاني ضيوفنا الليلة وهو الفنان منصور البلوشي اللي شفناها السنة في شخصية خليل في مسلسل ياسين عبد الملك، بتجسيده بالشخصية أثبت موهبته التمثيلية وتمكنه من أدواته الأساسية. حياكم الله، أسفرت وانورت واستهلت وامطرت مع غادر زوقي. حياكم الله معانا، وحياكم الله منصور ومصطفى، يا هلا ومرحبا فيكم، منورينا بسراي. الله يسلمك وحييك ونمسي على مشاهدينا وعليك، ونقول لهم مبارك، مو مبارك، تقبل الله اعمالكم ومبارك عليكم باقي الشهر يعني ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير على العيد مره واحده. خلصنا ومين مين منصور، صراحة كل عام وانت بخير، وهالسنة طليت علينا بشكل جديد شوية، تخليت عن شكل الشباب الرومانسي هذا وحتى عن الوسامة ورحت على خليله. إيه لأن تعبت، وأنا كله يقولوا لي منصور أنت تهتم بشكلك، منصور أنت بس تبي تطلع بشكلك حلو هذا، فأنا حبيت أكسر هالحاجز هذا، لأن بالنهاية أنا ممثل. نعم. فالممثل لازم يسوي كل الشخصيات، كل أو يعني لازم ينوع. يعني الفنان يعني شلون مثل ما يقولوا الواحد لازم يكون شامل، لأن أنا بالنهاية ممثل. فحبيت أن أنا أغير النوع أو اللي الناس تعودوا عليه فيه. نعم. دور الحبيب، دور يعني العقب، يعني هالدور الشبابي. فيوم يعني دور خليل أو هو خليلو يدلعونه، فقلت أنا أول شيء كنت خايف طبعاً، رافض الفكرة كلش. فبعدين لما تعمقت بالشخصية وبلشت أقرأ وشفت تفاصيل الشخصية، قمت حتى بالأزياء حتى بقصة الشعر، ما حبيت أن أنا أطلع شكلي مرتب، حبيت أطلع مبهذل وركب ملابس غلط على بعض. يعني أنا وايد تعبت على شخصية خليلو. راح نتكلم عنها بتفاصيل أكثر، لأن حتى أنت مصطفى طالع بشكل جديد، الناس تعرفك كوميديان. صحيح. ولا هالمرة طالع بدور درامي حقيقي. أي والله، لا أنا هني يوم قالوا لي يمكن 7 أيام ما نمت، علشان توافق على الدور. مو أوافق، هما خلاص إن أنت الشخصية، أنت يمع. فقعدت لليم علياي ما نمت. يمع بزمن العجاج يعني شخصية بسيطة، شخصية محترمة، بس يعني وايد ضعيف. صح؟ ضعيف. أي. مو بس ضعيف، إنه يعني يكون مو ضعيف اللي هو يكسر الخاطر ويحب مرته وايد وما يبي يكسر خاطرها يعني. بس يخاف من أبوه. أي أكيد. أي أبوه وكم مرة يعني يزفه، صعب صعب يعني، وقصاب ولحم. يعني كلش جو مختلف. ويحق لك صراحة تقعد كم يوم شي تفكر شلون بقدم هالشخصية. والله يعني صدق حقيقة دور مختلف 180 درجة على اللي قدمته يمكن كله. وفيها يعني الدراما تختلف عن الكوميديا بوايد أشياء، خصوصا المشاعر والإيموشنز. يعني المشاعر لازم تكون وايد حاضرة في الدراما. نعم. عكس الكوميديا، الكوميديا تفهم شنو الجو وخلاص نقول ونتحكى ونستانس ونقول كلمتين هنا وخلص. بس لا، وتدرين يعني انه المشاهد ما تتصور بالتدريج بعد. يعني الحين تعال طق، بعدين تعال ابك، بعدين تعال اضحك. أي. بعدين لا تعال روح حدد، روح تهاوش. فانت لازم تكون شلون يعني تبين هذه الامور وشلون تدرسها بالضبط، يعني علشان تكون يعني جاد في الشخصية، ويكون حتى الجمهور. يعني أنا حتى يوم
أول مرحلة قاعد أفكر فيها إن شون الجمهور يبدأ يتقبلني شخصية جادة بشخصية جادة، يعني لها مشاعر معينة، انكسار، يحب مرتواي وقلبته إن بعد ما يعني يطلق مرته أو إنه ينفصل يبدأ هني لا مو هم أحد ولا هم أي حريم ويتزوج واحدة ثانية يعني وشيء عادي وطبيعي ومو مهم عندنا هذيك وكذي نعم. يعني قصة في تحول بالشخصية. أنا بذكر المشاهدين بشخصية الأستاذ مصطفى من خلال زمن العجاج ونرجع لكم. يعني الشخصية هذه وايد مدلع مرته، فالقلبة بعدين يعني كانت قوية، صدمة بالنسبة له. أيه. الصدمة بالنسبة له لأنه كان ما يعرف يقرأ ويكتب، ويبدأ يبي يتعلم القراية والكتابة، ويروح عند سالم ويعلم القراية والكتابة، ويكتشف بعدين أن هم يراسلون بعض عن طريقة أهوة، أنه يروح يأخذ له كتاب والكتاب أهوة سالم يكتب فيه يعني رسالة ويوديها أهوة ويدز وهو ما يدري عن أي، صاير مرسال بينهم، مرسال الغرام وهو ما يدري يعني. أعتقد السنة هذه وايد شباب خذوا فرصتهم، تتفقون معي؟ يعني حتى من ناحية التأليف والإخراج والممثلين ما شاء الله كثر، فنحس أن السنة هذه شبابية من الطراز الأول. لابد أنه خلاص يعني الحين يا الوقت اللي مثل ما يقولون لازم إحنا ناخذ فرصتنا، فرصتكم. أو يعني الحلو مثلا بكاست ياسين عبد الملك انه في اكثر من جيل بالمسلسل، مثلا في جيل الفنان القدير سعد الفري، بعدين جيل الفنان عبد الرحمن العقل، بعدين في حسين المهدي والاستاذه فتاه سلطان، بعدين مثلا انا روان حسن، يعني اكثر من جيل بالمسلسل. فالحلو ان المنتج يعطي الفرصه حق الشباب عشان احنا هم نتعلم من الكبار ونستفيد منهم، وعد احنا عاد نبلش نكمل مسيرتهم اللي هم بنوها صحيح ونجحوا فيها. صح. فبالعكس يعني انا مثلا لما اشتغل مشهد مع الفنان الغدير سعد الفري ولا الفنان الغدير عبد الرحمن العقل، هو مجرد من ما انا اسوي معاه بروفه ولا قبل المشهد اسولف معاه او وقت المشهد اصور معاه اشوف هو شلون يمثل معاي، هذا بروح انا قاعد اتعلم واستفيد واخذ خبره، وباكر عاد احنا اذا كبرنا ممثلين ثانيين يشتغلون معنا لابد ان شباب، لاننا في وايد طاقات شبابيه، وللحين في ناس يعني انا في ناس اعرفهم كانوا معي بالمعهد وللحين ما اخذوا فرصتهم، وايد في فنانين زينين وايد بس للحين مو لاقيين فرصتهم. مثلا يقول يعني انا مثلا خذيت فرصتي ولله الحمد وراضي عنها الحمد لله، بس في غيري هم وايد محتاج هالفرصه. مثلا استاذ مصطفى انا من طول عمري اشوفه كوميدي، فأنا اليوم انصدم لما أنا أشوف مثلا أستاذ مصطفى مسوي دور تراجيدي وهذا، فهذا في بداخله هو فنان متنوع يعني يسوي أكثر من شخصية، يسوي أكثر من كاركتر. صح. فعشان كذي برز وقاعد نشوف إنه دائما بعد التنوع مطلوب من أي فنان يعني. صح. إحنا قاعد نشوف إحنا ممثلين، تو كنت قاعد أسولف ويا منصور قاعد أقول له إحنا وايد ناس يشوفون أدوار كوميدية، بعدين تتطلب إن أنت تكون دور درامي، واحنا الساحه الدراميه عندنا يعني غنيه بالاعمال، خصوصا برمضان بعد رمضان بالحلقات الصغيره، بالست حلقات بالثمان حلقات بالسيزنز المواسم غنيه بالدراما. اما الاعمال الكوميديه يعني تنعد على الاصابع او يعني تكون قليله، اربعه خمسه سته. وبعدين دائما لازم يكون الحين مع هذا الوقت واحنا بعصر السوشيال ميديا والسرعه، لازم يكون الفنان شامل بكل شيء. يعني احنا عندنا ممثل يغني، نعم، بعدين المغني صار ممثل، والممثل صار مذيع. اي فانت انت لازم مع هالموضوع ولا انه يكون في تخصص؟ لا بالعكس، انت ما في، هو يعني هو مو موضوع ان التخصص كثر ما يكون ان انت فنان شامل وبمكانك ومحطوط. مو شرط يعني اذا انت صوتك حلو وجميل تبي تغني غن، ما عندي مشكله. ما احنا قاعد نغني اصلا بالمسرح، بس بالمسرح نغني بالمسرح ونستعوف. الفنان الشامل هذا مطلوب، لكن قليل يمكن اللي موجودين على الساحه اللي يقدر يغني ويمثل ويؤدي اداء حركي متناسق ومتناسب ويكون يعني عنده اللياقه هذه. صح. اي في يعني في في بس هم صح قلت يعني عدون على صابع. بس انا مثلا لما الحين
اي فجاه اغني بمسرحيه وانصدم ان انا الكل يقول لي والله والله تأدي والله صوتك زين، بس انا ما راح اروح انزل اغنيه راح اغني بمكاني انا كممثل اوظف بالموضوع. مثلا انا كان مفروض يعطوني دور بمسلسل ان انا اغني بس انا ما قلت مو مكان هذا، هذا مو مكان بياسين عبد المهدي. اول شيء كان دوري دور حمزه فكان بعد حمزه عندكم حمزه هالسنه بكل مكان فرفضت او قلت ما او ما حسيت نفسي ان انا اقدر ادي الدور، لكن بالمسرح انا اقدر اقدر استعرض مثلا خصوصا انت يعني قاعد تقدم لمسرح الطفل طبعا، وهذا شيء يعني مضطر انك لازم تكون فانا ما ابي تلفت نظر الاطفال واصير اطلع لا راح ادي راح ادي الاغنيه بطريقه انه هو يستانس عليها ويتقبلها. جميل، انا عندي لقطات ابي اشوفها مع المشاهدين ونرجع نتكلم عنها من خلال ياسين عبد الملك. يمه ايش فيك؟ يمه ايش فيك؟ يمه انت علي وعلى حظي أنا ليش ما أخذتك أنا؟ وامش. يعني إحنا في البداية قلنا دور خليل هو يعني ضايع، بعدين لقينا لا يا ما تحت الساهي دواهي، ولقينا لا في إجرام وفي يعني شخصية مختلفة فيها من الشر شيء وايد، شلون كذي يعني سويت هو خليل أصلا الدور في أربع شخصيات بشخصية واحدة. بشخصية واحدة. يعني فعلا. هو خليل أنا أول ما قريته فأنا عبالي دور اللي مثلا ربيته ناقصة أهبل، فبعدين وأنا قاعد أقرأ شفت أنه لا هو طالب جامعة فأنا في شعرة هي كانت بين أنه هو ربيته ناقصة وبين أنه هو صاحي، فما يصير واحد يعني مختل عقليا طالب جامعة سنة ثالثة، هذا مستحيل ما يصير. فوايد كان صعب الدور، أنا شلون بالبداية اكون وايد يعني ها قاعد انكت عند امي وابوي والعب واسوي هالضحكه، بعدين لما انا تصير الحادثه عاد وتنقلب شخصيته وتي عنايات تمسك عليه هالسالفه ويزوجونه بنت عمه وعاد لا يعني ويقطبوه بالسجن. فانا يعني خصوصا في المسلسل هذا ياسين أنا أكثر مسلسل كنت فيه إن يعني أنا طول الوقت بالشخصية طلعت لي ثعلبة أنا من المسلسل ياسين عبد الملك من إيش كثر كنت أفكر ما أدري شنو بسوي لين ما هي شخصية صعبة صراحة مصر. كانت وايد صعبة، هل راح يتقبلوني إن أنا قاعد أنكت لأن الناس متعودة علي أنا دائما قاعد أمثل جد، فهذه الكسرة وخصوصا أنا توني بدايتي يعني هذا يمكن الواحد يبي له فترة على ما ينوع بس انا ببدايتي الناس خلاص متقبلتني، المفروض هو الصح ان انا اكمل بالادوار هذه لين ما الناس خلاص كلها تعرفني بعدين انا اغير، بس انا حبيت اغير انا وانا بالبدايه عشان اثبت حق الناس ان انا اقدر اسوي كل شيء واجرب هل اذا كان في قبول. يعني انا قبل رمضان بيوم والله العظيم منايم وخايف وقاعد ودقدق على ربي. طيب شلون رسمت الشخصيه؟ يعني شلون الشكل العام لها حتى حركاتها أنا أكون صريح يعني حركات الإيد أنا مع كل عمل أطلع لي رفرنس أي يعني أول شيء أبلش أقرأ الناس مرة مرتين ثلاثة بعدين أقدر أشوف أبعاد الشخصية أحلل الشخصية نفسها وشنو مع علاقاتها علاقات الشخصية مع منو بعدين عاد لبس الشخصية والكاركتر الوي والدنيا وهذه خذيت رفرنس من مسلسل حيالة الحيالة؟ اي اللبس طريقة لبس يعقوب عبد الله حركات محمود بوشهري مثلا مسلسل رمانة انا ما حبيت اروح مكان بعيد يعني ما حبيت اروح صوب الممثلين الهنود المصريين حبيت يعني حتى الكومنتات اللي قاعد توصلني كأنك يعقوب عبد الله كأنك محمود بوشهري حبيت انه يكون قريب ومو بعيد عن الناس لان انا مسوي شيء حق مشاهدينك يعني تبي هالرابط وانا وايد استانس اصلا يعني انا ما ازعل لما يقولوا لي اوه انت مسوي كأنك محمود بوشهري بالعكس انا يعني محمود بوشهري انا سويت نفسه لانه هو نجح بهالدور صحيح بس انا ما سويت يعني نفسه بالضبط لا انا خذيت تفاصيل خذيت لبس يعقوب وركبت مع على بعض وحطيت شخصية خليل بينهم وركبتهم كلهم مع بعض وسويت شخصية خليل والضحكة المستفزة هذه منصور الضحكة المستفزة طال عمرك هذه أول يوم تصوير دشيت أنا خايف طبعا ما أدري شو أسوي وقبلها كان عندي عرض مسرحية ورايح متأخر
وحاب اوجه تحيه حق الفنان قدير سعد الفاري، استقبلني استقبال كنا انا امثل معاه من سنين. اول لقاء بينك أول لقاء وبينه؟ انا ما اعرف ولا يعرف يعني انا اعرفه يعني اعرفه طبعا أكيد أكيد. بس انه مو ملتقين كلش. اي والله العظيم يا جماعه كان يقوم يوقف ويلمني، يلا شافك خايف يلا حبيبي يلا روح بدل ما شنو دشيت قاعد اصور، الحين بتصور المشهد بالبروفا قاعد اسوي حركات انا وما شنو. فكان صاحبي حسن يقط فيه، فاحنا هذه انا وحسن ربع، حسن عبدال ايه، فاحنا بيننا هالضحكه اللي هي يعني يوم نقعد قهوه ولا شيء وريني اياها وريني اياها. لا الحين ما تضحك، هذا الحين مو الحين منصور. لا مو كذي. لا هذه فحسن سواها كان انا اسويها، ولا المخرج مناف عبد الله وجه له تحيه كان يناديني قال لي تعال منصور رحت، كان يقول لي سوى الضحكه، لا لا مو كذي سوها اكثر، كاسة الاخراج سجلوا ثبتها وثبتوها عليك صارت راكور. ايه يا راكور الضحكه واللزمه قلة. ايه يعني انا حتى اللزمات هذا ما اخذهم من دكتور كان يدرسني بالمعهد، كان عنده هاللزمه هذه النصار، انه يوم يشوف شيء يعجبه يقول قلة. في كلمه ثانيه الحين طلعت باقر حلقات بتاعتي مش بتاعت اي احد. ايه هم هو لما يسوي لوحه اخراجيه حلوه يقول يا جماعه والله بتاعتي مش بتاعت اي احد. انا قلت يمكن عنايات اللي طلعت المخرج هاني النصار هم يعني هذه تحيه حق هاني النصار خليل تركيبه من الكل محمود يعقوب بس مستفزه صراحه، خصوصا بعد ما اكتشفنا انه مو مسكين مو بريء الا بشرك باكر يعني راح مو تكرهيني لو مقابلتني باكر كان ما قعدت كان ما قعدت. بس ذكرني اقول لك على الماستر سين اللي موجود انت فيه بالسجن ويا الفنان الكبير عبد الرحمن العقل، لانه صراحه كان في وايد مشاعر وما شاء الله يعني طلعتها بشكل رائع. بس ابي اعرف شكل اللي طلعت فيه بهذه الشخصيه اخوي مصطفى يعني هو اكيد انه في مصمم للازياء مصمم للميك اب مصمم للشكل العام حق الشخصيه، بس انت وين كان شخصيه مصطفى بهذه الجزئيه؟ هو يمع له بس ما شاء الله يعني اولا انا وجه تحيه حق الكاست كله اصلا يعني من منتج الى المخرج الى المساعد المخرج ما شاء الله الكاست متكامل كامل، ولكن الازياء والارت دايركشن اللي هو الارت دايركتور اللي هو صلاح زماني نعم هو شيء رسم، والماكير الاستاذ ياسر سيف وهو اللي رسمه. طبعا هم يجيبون لك يسوون لك بروفا اول ويشوفون لك الشكل واللحيه والهذا. بس قلت له خلاص انا ابي يعني حطوا لي قفل سكسوك اول شيء هذا مو لحيتك هذا لا لا بعدين قالوا لي لا، قلت له خلاص انا راح ازيد اللحيه عشان يطلع هذا الشكل اللي موجود حلو. ونوجه تحيه حق الفنان الكبير القدير عمي ابو خالد هم الماستر سين وياي بعد عبد الرحمن العقل عنده وايد ماسترات وايد ماسترات كان بالمسلسل هذا اي واحد عنده مصيبه لازم وياه عنده ماستر سين يبكي لازم وياه. ولكن انا وجه تحيه حق كل طاقم من فنانين كلهم يعني انا ما ابي اظلم احد او ما اذكر اسم احد يعني ولكن من فنانات وفنانين ومخرج ومنتج ومساعد المخرجين كلهم دون استثناء تحملوني تصبروا علي شويه ولكن عاد انت طيب مصطفى وين تحملك؟ انا شويه اذي اول مره ولكن انا اوجه لهم تحيه للكل امانه. بس استانست على الجاد الادوار الجاده؟ اي حتى يوم تي بعدين رحت يعني حق وايد ناس قلت اخ انا تي اسوي؟ ابي 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 اروح كذي هالمنطقه. ولكن يعني ابو فهد اللي هو نوجه له تحيه المنتج عبد الله ابو شهري للمخرج جاسم المهنا يعني قعدوا يعني هو نقى ابو فهد قال ابي هذا وجاسم قال ما سالته ليش اخترتني له قلت له ليش انا انا طبعا لان احنا ممثلين مع بعض انا ممثل مع بعض في يعني كذا عمل اللي هو عمل الصفقه اللي هو على نتفليكس عرض على نتفليكس بالجزئين كنت بالجزئين موجود اي نعم فشاف وهو ما ادري شو عنده يعني تركيبه او بحكم انه رؤيه مخرج مخرج يعني بعد ويعني وصور كذا عمل وعنده
فقال أبي مصطفى يطلع من يعني نبي هذا. وبعدين كمل دور المخرج جل تحيه طبعا جاسم المهنة، قال لصطيف قلت له هاي الجاس ترى الجاس، أنا قلت له الجاس ترى الوضع خطر كذي طالعته، قلت له الوضع خطر، قال لي لا لا حط ايدي بيدك وخلنا نمشي يعني. فقلت له الحمد لله طبعا يعني حتى وجه له ايمان الحسين مثل ايمان الحسيني، حسين المهدي، عبد الله بهمن، منى حسين، محمد الكاظم كلهم. بس احنا المسلسل شنو قصته؟ ما ذكرت غريمك سالم، سالم سعود مشهري، والله اوجه له تحيه، مشغول بالانتخابات الحين. لا والله سعود لا من كذي ما ابي اقول انه، ولكن امانه اخاف غيران منا على ايمان. بالعكس سعود انا احلى يعني احلى مشاهد، كل ما نسوي اقول له تعال شنو تبي تقول وانا اقول واقول له مشكور. بس الحلو ان هالتناغم هذا اللي كان موجود بين كل الشخصيات، حتى لو كنتوا ضد بعض خلال الشخصيات المكتوبه، لكن مبين ان في توافق بينكم كنجوم. يعني اكيد، بس هو بعد انت لو تلاحظين العمل ان في قصه داخل قصه او قصتين، قصص داخل قصتين شويه مختلفين. اللي هو الله يطول بعمره عمي جاسم نبهان يعني عم ابو طلال مع حمزه حسين المهدي وعبد الله بهمن ومنى، وعندهم قصه معينه مع نوجه له تحيه الدكتور شايش، عندهم قصه معينه، وانا وجمعه وميره وابو ميره وحسن ابراهيم ابو علي واستاذي الكبير احمد مساعد، وهذول قصه ثانيين بس يرتبطون في شغله. حتى في مشهد كان وايد حلو يعني في مشهد العرس، هني بمشهد العرس كان في ان انا اخذ ميره وحسين وحمزه يتزوج بدره اللي هو حسين المهدي مع مرته، هو ضايق خلقه وعلشان اخوه تزوجها وانا وميره ان انا طاير بس ميره ما تبيني، عكس ان هو ما يبي يتزوج وضايق خلقه يوم يوم العرس، وانا طاير وفرحان وهي ضايق خلقها وما تبي تتزوج. فكان في عكس في الشخصيه، التناقض هذا بالقصتين يعني بالقصه يعني. وبس وانطلقنا في العمل وجزئين. بس انا درست دراسه كبيره يعني ايام لان الدراما وايد تعتمد، قلت لك على المشاعر، فكنت ابي شيء يطلعني بالمود يعني ابي اشوف دراما صجيه يعني شلون اطفح مشاعري يعني. فطالعت فيلم هندي 3 ساعات ونص الى 4 ها اسمه انيمال. فطالعت هو 3 ساعات ونص بتشي كله بتشي وطالعت لأربعة أيام ونص قاعد بس أطالع هذا هني بتشي كذي. والأفلام الهندية خل الكلك ويذبح بس فيها فيض من المشاعر، خل الكلك ويذبح بموزة وما أدري شنو خل عصب بس فيها فيض وكم من المشاعر. صح والله صجي يعني. فقلت له حتى يعني آخر يوم قعدت ودرست وايد في العمل، انا طالع قلت له شوف انيمال الحين يطلع، قال لي شنو انا، قلت له الفيلم راح يطلع الحين. حتى في مشهد يعني مشهد اللي هو ردت يمعه حق ميره جايب لهم لحم، فبيطق الباب على بيت عمه يعني وهو للحين منفصلين، فيطق الباب فتطلع له. فقلت له شوف الحين انيمال يطلع الفيلم الهندي. وانا مشكلتي حاطين لي كحل، وانا مشكلتي اي شيء تحط داخل عيني بسرعه عيني تغوري تدمع. فطق الباب وانا يمعه وياي بلحم كذي. فخلصت المشهد اقول كات، قلت لها شوف بس انيمال. فانيمال كان شيء مؤثر فيني، ومو عيب انك انت مثل ما قال هو منصور، قال خذيت كاركتر ابو شهري، خذيت يعقوب عبد الله، هو مو عيب انك انت تنتقي مشاعر واحاسيس معينه، راح تساعدك في ان تؤدي مشهدك او دورك. وناتي الى عمليه في النهايه الى هي عمليه احنا نسميها عمليه التصجيج او الاقناع للمشاهد. كثر ما انت اقنعت في التصجيج يعني التصجيج اي من احنا مصطلح يعني هذه مصطلح خاص فيكم يسمونه التصجيج ان انا احنا التمثيل هو عمليه ايهام واقناع للمشاهد انك الكذب الصادق احنا نسميه التصجيج. انت كل ما صججت بالمشهد
كل ما بين على المشاهد طلعت صجي اكثر. ايوه أي تطلع صجي صح. اكثر فدمعتك احساسك أي. وطريقتك اسلوبك يعني حتى انا قاعد اقول شلون ببكي اليوم ما فيني بشوى او ما مو شلون بسوي شلون مختنق شلون مخدوم فيه شلون خصوصا الحين بعد يعني الاستاذ ايمن سلطان اوجه لها تحيه انك كاتبه هالمره ان الخيانه ما تطلع من المراه سوري ما تطلع من الرجل طالعه من المراه مو صحيح. متعودين العاده الرجال هو اللي خصوصا بذاك العصر يعني أي. تطلع الخيانه من المراه فشون هذا يعني من كثر الحب والفيض انه شلون فكان حلو حتى يعني من كثر ما هو قصاب جايب لها هديه شنو لحم طلع خروف صغير وش هديه شنو قايل لها يا ابني ويرضون قبل عادي اي شيء اي شيء يرضون مو مهم نرجع للمشهد اللي سويته عيونك لما صارت فجأة حمراء الدموع اللي نزلت فجأة الضحكة هذه ضحكة صفرة مستفز. يعني غير أنها هي مستفزة هي فيها قمة الألم والأسى معصور كذي من داخل ليش 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 هل شلون ضبطت الموضوع هذا قلت لك أنا يعني شهرين أنا خليل يعني حتى أنا قاعد مع ربعي برا خليل يعني حتى مرات أقول بس خلاص يعني عشت خليل يعني حتى بالتصوير كانوا يشوفون يعني خصوصا الممثلين مثلا روان مصورة وياي ثلاث مسلسلات قبل فقالوا لي منصور احنا أول مرة نشوفك كذي يعني من أروح اللوكيشن أنا أقعد خلاص ما أسولف مع أحد مركز بس أقعد مع المخرج شوي نتناقش أروح أمثل أقرأ أحفظ أروح أشوف ملابسي خليل أمشي بالفريج بروحي خصوصا يعني تحويلة شخصية الفنان عبد الرحمن العقل لازم كانت تصير بهالمشهد ويومها أنا ما عندي أروح أصور إلا هالمشهد فشلون أنا أبوي كان راعي فرقة وكان يلعب كوميديا وينكت فجأة أنا قطيتها بالسجن فالحين هو نقلته كان وايد هادي هو وايد غير عن أول الحلقات فإذا أنا ما أعطيته هالإحساس ما راح يبين ما راح تبين أصلاً بس حقدك يعني. على أبوك ليش كان كذي بالحلقات الجايه يعني الحلقات الجايه راح نفهم شويه صار مو معطيه بفلوس العرس اي ما دخل لا عاد مسكين دخلني مع الفرقه اي بس هو خليل سايكو ما يحب احد يحب نفسه اي طيب احنا عندنا فقره بوفلان اذا كانت موجوده نشوفها ويا بعض بوفلان يسالكم اسئله ان شاء الله تعجبكم يعني نشوفها ويا بعض مساكم الله بالخير والكرامة أبو فلان يحييكم ويحييك بالأخص يا ابنيتي يا غادة منورة اليوم مثل كل يوم طبعا عساك إن شاء الله تكونين بخير والصحة وسلامة أنت وضيوفك الكرام وأنا كل ما يقرب رمضان على النهاية ذيك خلقي إن شاء الله يعود علينا وعليكم بالصحة والسلامة صحة وسلامة إن شاء الله ما علينا من هالأمور وكل أيام كل يوم بيوم على قولتهم احنا عيال اليوم وما دام اليوم هالضيوف مشرفيننا ومنوريننا أحب أفتتح أسئلتي مع الفنان مصطفى أشكناني يحيي الله من يانا يا أخي شوفتك تفرح وترسم الابتسامة كافية وانت ما شاء الله عليك أنا أعرفك أخلاق وطيبة قلب أبيض على قولتهم ها وشود هذا هو الخط الفاصل اللي جايك فيه بسؤالي يمكن كثير من الناس ما تدري إن الفنان مصطفى أشكناني متواجد بالساحة الفنية من سنة كم تدرون 2005 عشان الله يحفظه يعني ما سنين ما هي بقليلة هاي باي ولكن احنا ما نشوفك انا يعني برايي الشخصي انت فنان وما ظن احد يختلف كوميديان من الدرجه الاولى يا يبا عسى الله يحفظك ولكن ما شفناك اخذت الفرصه اللي هي ولا طلعت بنجوميتك اللي انا اشوف ان انت تستحقها يا يبا بنعرف السبب هل من وراك انت
مزاجيتك ولا من سبب من الوسط نفسه ما سمح لك الفرصة، ولا بتقول ان انت طيب زاد على اللزوم ما خير. هذه نعرفها هذه، ها وشوف والله ما يندرى. فنبي الخبر الأكيد منك انت يا يبا، ونورتنا وشرفتنا وعسى الله يحفظك. خلص؟ اي خلص. مشكور وما قصرت وبارك عليك ما تبقى من الشهر. يقول انه يعني انا ما سمعت من بس 2005 انت كله كوميدي، السنة هذه لا خذيت فرصتك. أينا. يعني دور حقيقي. اي نعم. مو متأخر شوية؟ شوف هو ماكو شيء بال بال بالفن شيء متأخر. اي هو الاكتشاف يطلع سواء الحين ولا بعد 100 سنة ولا فان جوخ انتحر وقص أذونه علشان ما لقى أحد يشتري لوحاته. بعد ما مات لوحاته تنباع بالملايين. خلد اسمه. أوكي. فالفرصة ما تعرف إن أنت عمرك متى أو متى، ولكن الفرصة متى أنت تيك وأنت تصنع الفرصة. يعني إذا جتك الفرصة أنت التي تستغلها وأنت اللي تصنع نفسك في النهاية وتصنع اللي أنت تبيه بالصورة الثانية. وكل ما أتتك الفرصة بس تيك الفرصة أنت تكون جاهز وتكون جاهز. صح. صح. عندنا بعد سؤال لك منصور. الله يستر. السؤال الثاني يا غادة والعلى جمر وقاطع كلامكم بالخير إن شاء الله حق الفنان الثاني منصور البلوشي. يحيى الله بنيان، دورت وزفرت ما شاء الله عليك شباب ومبدع ومشرفنا ورافع روسنا يا يبا. بس كنا قاعد نشوف يا منصور، أنا كنا قاعد وارك قاعد تكرر. يعني أنا شفتك بآخر عمل كنت بدور شاب الطايش واللي على سوالف واللي شباب يعني هاي من العالم. وهم شفتك بمسلسل ياسين عبد الملك هم منهم دور نفسه شاب وطايش وهذا. أنا يعني اللي عارفه يا يبا ونصيحتي إن الفنان شو لازم يتنوع باختيار الشخصيات اللي يمثلها، شو دهم هو يكتسب خبرة ويتعلم ويكون على قولتهم السيرة الذاتية له بالتنويع. أنا أدري إنك ما تختلف معاي بهالنقطة لأن هذا شيء على قولتهم مسلم به، ولكن نبي نعرف السبب ليش انت قاعد تمثل هذه الادوار بكثره. هل انت محتكر في هذا الدور مثلا نقول، ولا ما قاعد يطلب على اشياء ثانيه وشخصيات ثانيه لذلك انت مضطر انك تاخذ هذه الادوار، ولا شنو السبب نبيها منك يا يبا؟ اشرح لنا وان شاء الله لك كل التوفيق في حياتك المستقبليه والمهنيه وفنان ومبدع ونورتنا يا يبا. شرايك منصور؟ أنا أختلف معه حتى، بس هو عنده سؤال ولازم نجاوبه. هو كأكيد قاعد يسولف عن مسلسل حب بين السطور. حب بين السطور مختلف تماماً عن ياسين. يعني الطايش اللي بحب بين السطور مختلف عن الطايش اللي بياسين عبد الملك. اللي بياسين عبد الملك وايد غير، يعني قاعد يسوي اشياء غريبه. حتى الناس ما تدري هذا ايش قاعد يسوي. بس هناك كان ولد عنده محل كاكاو ومغازلتي على قولتهم مال اول محل كاكاو ومغازل بعد محل مغازلتي وهذا ويحب وحده ويخون. فما يعني انا انصدمت، لا اي انصدمت يعني بياسين عبد الملك لا دور جديد حتى، يعني الكل قال لي انت مسوي شيء جديد، حتى انا مقتنع تماما ان انا مسوي شيء جديد ومختلف عن اللي سويته قبل. فعشان كذي قلت انا لازم اغير. وصح كلام الفنان، لازم ومثل ما سولفنا بدايه انا لازم اغير، لازم ابين. وعادي السنه الجايه راح اسوي شيء جديد واللي بعده شيء. بس حلو انك غيرت من الحين، لان بعض المخرجين خلاص يحتكرونك او يحطونك في قالب معين صعب جدا انك تطلع منه. ومصطفى انت اكثر واحد ممكن تقول يعني عن هالموضوع. انا كل ما يبقى يعني ممكن اي احد يضحك يدق علي صار. ان شاء الله دوم. الله يسلمك. لا بس اهم ان انا حاسني الربع انا عندي كذي
مثل ما تقول الصومعة مالتي يسمونها الكوخ، الربع قاعد يتابعونه وجه لهم تحية. فأنا كذا أيام عيوني مصطفى فيك وعيوني كحل وما يروح، أنتم ما شلون والله ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن. يعني أنا أقول يعني صج يحط الكحل مني من داخل وما يروح هذا الكحل. شلون يروح؟ ما يروح، وأفرك عيني بسانيتايزر وايد والعين حمراء وطبعا خلاص ما يروح، فمستسلم وادش الجمعية واروح ما ادري وين والعيون مكحلة واحد. اقول لها شو يكحل كحل، فادش ساعات يوني كذي قاعد توني مخلص كذي طيب ايش فيك شباب شوية ايش فيك انت توني خالص العمل للحين ما طلعت من الشخصية تعبان تعبان وكحل فعلا انت تحتاج التغيير وانك انت تغير في شخصيتك. حتى منصور يعني ان شاء الله الله يوفقه ويوفقنا كلنا يعني بالمواضيع انه تطلع من القالب. في شيء في المستقبل تتفق على عمل معين تقدر تعطينا بعض الحصريات؟ والله مو الحصريات، انا الحين كذي قايل لهم اذا ما في بيتي ودراما وذبح وطق ما ابي. لا تجيبون، لا تجيبون خلاص، لا تجيبون لا تجيبون، لانه هو دائما القالب. حتى يعني حتى مثل منصور دائما حطوا عليه دور الحبيب الحلو الكيوتر، فاي دور مسلسل يبي يبي جاهز، ما يبي يسوي شيء ثاني او ما، فاي شيء ينطبع عليك خلاص قدام من هذا المخرجين تعليبه زين جرب هني. يبو احنا نحتاج مثلا نيك مخرج، يعني مثل ما المخرج مناف عبد الله كان يقدر يجيب اي فنان كوميدي ويسوي الدور، ياب منصور ولبسنا الشخصيه وعدلنا الشخصيه وسويناها، ومنصور سواها هذا المنصور الحبيب المختل الغير كان يطلع صح. فانا بالعكس انا توني بدايتي الحين صار لي 4 سنين او 3 سنين اي ما شاء الله، فاحتاج مخرجي. يعني انا بالنهايه انا درست 4 سنين بالمعهد وسويت وايد كاركترات بالمعهد، تبي تطلع هالطاقه. فلما يجيني مخرج، فانا قبل كنت اتضايق، انا كل ما يجيني مسلسل نفس الدور اصلا. انا يعني السنه اللي طافت رافض 5 اعمال لان كل عملين تراثيين هم دور حبيب، وثلاث اعمال مودرن هم حبيب. بس لا تقطع هالادوار، لا انت في راد فيها. راد شهر 5 ان شاء الله في مسلسل يعني هم لا تقطع. لا اكيد الحين خلاص انا سويت كاركتر اللي هو خليل وهذا، يعني ارضيت غرورك كممثل او طموحك كممثل؟ لا لا ما لا ما للحين ما مستحيل. انا ليه تفاعلات كثيره هالخليل هذا؟ الحمد لله هو التفاعل حلو، بس هو حزت. انا بالنسبه لي خليل ليه 30 رمضان، بعد 30 رمضان منصور يبلش عمل جديد وشغل جديد وكاركتر جديد. اذا كلمني اخر شيء، اخر سؤال، المسرحيه ان شاء الله؟ اي ان شاء الله مسرحيه تبارك الله معك. مسرحية أبركادبرتو طبعا بعد نجاح 119 عرض نجحوا الشباب في الجزء الأول، سوينا الجزء الثاني الحين. بس أنا ما كنت معاهم. أنا أول مرة أشوف مسرحية على جزئين، راح تستمتع. فكرة جديدة. إيه فكرة جديدة. شوف أنا اللي يعني اللي أحب أوجه له تحية أخوي وحبيبي وعشرة عمري بدر شعيبي، دائما يفكر برا صندوق. بدر مبدع. مبدع. هذا الحين إحنا توقع نقول فيه فنان شامل، بدر شعيبي فنان شامل، ممثل مغني ملحن صح. موزع. فبدر شعيبي دائما يفكر برا الصندوق. الكاست كاست كبير، تقريبا احنا 22 شخص غير في 30 انا ما احب اقول السرابيين اللي هم الفنانين المساعدين. مع يعني احنا تقريبا 55 واحد على الستيج، بدر قاعد يحركنا وخلص المسرحيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، خلص المسرحيه. اصلا اليوم عندي بريك وباكر عندي بريك، وقبلها 5 ايام بريك. ما شاء الله خلص المسرحيه ب6 ايام، لان الولد فيه شغف بالاخراج. يعني كل اليوم مسرحيه أبركادبرتو، انا بأبركادبرتو كنت جمهور، رحت استمتعت بالعمل بالشو اللي كانوا مقدمينه، لكن الجزء الثاني عمل مختلف تماما. يعني بدر حاول يدمج كل شيء بالمسرح، في غنى، في استعراض الناس اللي متعودين عليه، في تمثيل. داش معنا الفنان احمد يراج وجه له تحية، دوره قاعد يمثل شخصيه فدمج كل شيء عشان الناس يجون يقولون والله انتم بس قاعد تسوون اغاني وركس واستعراض وما. لا لا مسرحيه متكامل. يعني انا اول مره بحياتي اشتغل مسرحيه واحنا بالبروفا قاعد نبكي والله العظيم يا جماعه. احنا بالبروفا انا اول امس بالبروفا، لا والله العظيم مع ان مسرحيه غنائيه، احنا بالبروفا قاعد انا قاعد طالع المسرحيه مو وياهم باللوح كان ابكي.
قلت أنا قاعد أشتغل بشذي مسرحية فوايد مستمتع. يا رب إن شاء الله الله يوفقك. إن شاء الله تنورون. مصطفى عندك مسرح؟ لا والله ما عندك مسرح. مسرح القادم بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا يعني ولد المسرح وخرج المعهد. نعم. خرج المسرح بس إن شاء الله يعني بس قاعدين نعيد اكتشاف مصطفى أشكناني. أنا بالمسرح شيء ثاني. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك دائما متألق. شكرا لكم شباب على وجودكم معنا وأتمنى لكم فعلا يعني أن دائما من هالأعلى بإذن الله منورين دائما رمضان وكافة أشهر السنة. إن شاء الله. شكرا لكم وحياكم الله. مشاهدينا نشوفكم على خير بكرة. مع السلامة.